السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله رب العالمين نكمل الفيزز بتاعت الإميون ريسبونس. تحدثنا بالنسبة لموضوع الهايبر سنسيتيفيتي نمبر 1 في المحاضرة الماضية، وذكرنا أنه هناك 3 فيزز في هذه العملية. فيز 1 اللي هي عبارة عن السنسيتيزيشن فيز، التي تتعلق بموضوع أنه الأليرجين أصبح او بالمعنى الاصح الانتي بادي اي جي اي صار له سنسيتايزيشن على السيرفيس بتاعت الماسل او البيزوفيل الى ان ياتي السكند اكسبوز. على فرضا انه الان صار عندي سكند اكسبوز، فمعناته حيكون عندنا تعرض للاليرجين مره اخرى بعد فتره معينه، فلابد يكون عندي الان ارتباط ما بين الاليرجين. وتحدثنا انه لابد يكون عندي تو انتي باديز نير ايتش اذر على اساس يشبك عليهم الاليرجي ويحصل عندنا الرياكشن اللي احنا بنقول عنه الاكتيفيشن فيز. اذا الهدف من الاكتيفيشن فيز هو عمليه التريجرنج للمصل، يلا يا مصل طلعي لي جوه الجرانيولز في الخارج. وطبعا ذكرنا انه لابد يكون عندي ريسبتور 2 ريسبتور فور ذا اف سي ريجن اوف اي جي اي، زي ما شفنا في الصوره انه عندنا 2 انتي بودي في هذا الامر. بعدين بيجي بيحكي لي كمان انه الدوز، نرجع نقول تاني الدوز بتاعت الاليرجين والروت اوف ادمنستريشن بتاعت الاليرجين، هذه كلها عوامل بتاثر في موضوع الديجرانيوليشن بروسيس. الان قلنا في كمان عندي الماسل موجوده في السكن بشكل كبير جدا جدا، كما انها موجوده بجدار او حوالين اللي هو البلاد فيزلز. فبيجي بيحكي لي لو صار عندي انا رياكشن على مستوى، خلينا نقول سيستميك رياكشن في مستوى الجي اي تي او مستوى اللانج او مستوى البلاد فيزل، فبتلاحظ الجي اي تي لو صار هناك عمليه ديجرانيوليشن بشكل او باخر ممكن يحصل عندنا سير فلويد سكريشن، ممكن يحصل عندنا بريستالتيك موفمنت يؤدي الى دياريا او يؤدي الى فوميتنج. هذه الشغلات اللي ممكن احنا نتصورها لو حصل في عندي نوع من الرياكشن او الاكتيفيشن للمصل المحيطه في منطقه الجاسترو انتستينال تراك. إذا كان في عندي أشياء لها علاقة في الماسل الموجودة في مناطق اللانجز، طبعا حوالين اللانجز وحوالين منطقة الليفيولاي، تمام، أنه ممكن يحصل عندنا هناك airway diameter decrease، وكأنه بصير في عندي نوع من restriction في الدياميتر، وكذلك هيحصل عندنا نوع من blockage في airway، يعني هيصير عندنا نوع من vasoconstriction، وهيصير عندنا نوع من blockage للإيروي من الميوكس وهلما جرى، ممكن يؤدي في الآخر إلى أزمة. لو أدت الموضوع داخل في موضوع البلاد فيزلز، إذا صار في هناك تأثير للكومبوننتس بتاعت الجرانيولز الموجودة عندي في الماسل في حوالين البلاد فيزل، هذا طبعا هتطلع وهتخلي إنكريز للبيرميابيليتي، ومعناته هيحصل عندنا نوع من الإديمة بشكل عام. وذكرنا مصطلح ويل أند فلير، ويل معناها سويلينج وفلير معناها اللي هو إديم، عفوا ريدنس. تمام. بيجي بيقول لي كمان تنساش انه في شغلات اخرى، انه الكالسيوم ايونوفور اللي هو واحد من المركبات اللي بيساعد في دخول الكالسيوم مع زيادة البرميابيليتي بتاعت السيل ممبرين، بيدخل الكالسيوم في هذا الموضوع. كمان بيقول لي الانافيلاتوكسين، وهذا الكلام يعني مرتبط مع الكلام السابق، انه الانافيلاتوكسين اللي بتجيني من خلال عمليه الديجريديشن للكومبلمنت، نعرف انه في عندنا سي 3 اي والسي 5 اي والسي 4 اي، تمام، هذه كلها عباره عن انافيلاتوكسين، وكذلك ممكن يكون كودايين، مورفين او مثلا ليكتين، تمام، كل هذه شغلات كان ميك كروس لينكينج اللي هو ايش للانتي بوديز، وتعمل عمليه تشينج ان ذا كونفورميشن وتشينج الديفورمابيليتي بتاعت الخليه، ويحصل عندنا اللي هي الديجرانيوليشن بروسيس. بقول لي كمان ملاحظه هنا في الهيومن سكن، الماسل السنسيتيف تو، يعني بقول لي انا تطلع انت في السكن تلاحظ انه الماسل الاكثر عندها حساسيه انها تتاثر باللي هو السي 5 اي، ممكن يكون من اذر ذان اذر كومبلمنت كومبوننت بات نوت لانج ماسل. يعني لو احنا قلنا السي 5 اي أثر على المصل اللي في اللانج وأثر على المصل اللي في السكين، بتحس إنه السنسيتيفيتي بتاعت التأثير والحدة بتكون أكثر في موضوع السكين عن اللانج.
الآن بيجي بتحدد لي هنا بشكل برضو مختصر إيش اللي بيصير عندنا في موضوع الـ mast cell activation and degranulation. إحنا قلنا صار الارتباط. لما بيحصل الارتباط مرة ثانية في الأليرجين، تمام، إيش بقول لي هنا؟ الريسبتور أجريجيشن في الممبرين بيحصل عندنا fluidity increase، تمام، الفلويدتي إيش؟ increase في داخل الممبرين، وهذا بيؤدي إنه يحصل عندنا عملية ميتيليشن للفوسفوليبيد الموجود عندي، تمام. الآن هذا الميتيليشن للفوسفوليبيد، أوكي، اللي حصلت عندي حيعمل عملية زيادة أو بسموه ترانزيت، اللي هي إشي وقتي، لزيادة مين؟ الانتراسيلولار ليفل أوف سايكليك أي أم بي. السايكليك أي أم بي له عبارة عن سايكليك أدينوسين مونوفوسفيد. هذا السايكليك أي أم بي بدوره كإنزيم هيتنشط ويعمل اكتيفيشن لأذر بروتين، لأذر كاينيز إنزيم. وين هذا الكاينيز إنزيم؟ تمام، الآن في عندنا كاينيز إنزيم موجود عندنا على السيرفيس بتاع الجرانيولز الموجودة في عندي، قلنا a lot of granules. لما بصير في عندنا certain kinases موجودة على الممبرين وبصير لها نوع من addition of the أو عملية الاكتيفيشن من خلال السايكليك أي أم بي، تمام، هيعمل زيادة في البيرميابيليتي بتاعت الجرانيولز. لما بيحصل عندي زيادة في البيرميابيليتي بتاعت الجرانيولز، تمام، الآن هيحصل إيش؟ يدخل عندي الكالسيوم، وبعد ما يدخل عندي الكالسيوم سواء كان من السيتوبلازم بيدخل عندي في الجرانيولز وبتبع الكالسيوم ووتر. لما بتبع الكالسيوم ووتر الان بصير في عندنا نوع من السويلينج لميل لهذه الجرانيولز، مما يؤدي انه هذه الجرانيولز تعمل فيوجن مع السيل ممبرين او البلازما ممبرين بتاعت الخليه، وبعد هيك بصير عندنا ايش؟ ريليزنج لهذه الميدياترز اللي احنا موجوده عندنا، تمام. إذا هذه المدييترز الآن خرجت عنا. المدييترز عبارة عن the components الموجودة عندي في الجرانيولز، في منها primary components أو بسموها primary granules فيها مواد هنحكي عنهم الآن، وعندي secondary granules موجود فيها مواد تصنع في مرحلة متأخرة شوية في داخل الخلية. الآن هذا الأمر حصل، واللي هي هذه الجرانيولز طلعت اللي عندها وصار عندي degranulation. الكومبوننتس هذه هتروح على مناطق معينه في جسمي وهتعمل الرياكشن بتاعها زي ما هنشوف. الان طبعا بيحصل العمليه، ما دام قلنا ترانزيت، بعد ما تصير العمليه هذه بيحصل عندنا ريسبتور اجريجيشن مره اخرى، ها، ريسبتور اجريجيشن مره اخرى، وبيغير البيرميابيليتي، ها، بغير ايش؟ البيرميابيليتي، بغير عفوا من الممبرين فلويديتي، اوكي. فروح بيعمل عندي كمان سايكليك اي ام بي اكتيفيشن مره ثانيه بعد ما يصير عندنا اللي هو ميتيليشن للفوسفوليبيد، بيخلي لي انه اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي، وبيبدا يعلى عندي السايكليك اي ام بي. الان السايكليك ام بي زي ما انتم شايفين في البدايه بيبدا يعلى وبعد هيك بوطى، الحين بيرجع بيعلى ثاني. القضيه ممكن تكون عباره عن جاست مينس، تمام، بروح بيعلى السايكليك اي ام بي ثاني، والسايكليك ام بي ثاني طبعا بتنشط في وجود اللي هو ادرينالين سايكليج، تمام. السايكليك اي ام بي بيعمل اكتيفيشن لاذر كاينيز انزيم، تمام، موجوده وين؟ في اللي هو ميمبرين. هذا الاكتيفيشن اللي صارت لهذا الكاينيز بيحاول ايش؟ يقلل من البيرميابيليتي بتاعت السيل بتاعت الجرانيول ميمبرين، فبيقلل من ايش؟ دخول الكالسيوم مع الووتر، ويخلي الخليه تكون يعني السولينج بتاعها يخف، وما يصيرش في عندنا ايش؟ فيوجن مع السيل ممبرين او البلازما ممبرين، وبيطلع الاشياء الموجوده. هذا اللي بيحصل عندنا في موضوع الاكتيفيشن بروسيس، تمام. الافكتور فيس طبعا احنا قلنا الان طلعت الكومبوننتس برايمري كومبوننتس والسكندري، اذا كان في عندي برايمري او سكندري، اوكي، تبدا السيمبتومز عندنا تظهر او بسموه الاليرجيك رياكشن بيظهر، تمام، او الانفلاماتوري بروسيس ممكن تظهر في تو كاتيجوريز، انه من خلال خروج برايمري ميدييترز او خروج سكندري ميدييترز، هم اللي هيعملوا الرياكشن اللي احنا بنقول عنه الهايبر سنسيتيفيتي نمبر 1. هنا صوره توضيحيه، يعني شوف قد ايش في عندنا احنا a lot of granules inside the cell, a lot of granules. زي ما ذكرنا انه في الاخر هذه الجرانيولز بيصير لها سويلنج، تمام، وبصير تعمل فيوجن مع السيل ممبرين زي ما احنا شايفين، وبتطلع عندها ايش؟ بتعمل ديجرانيوليشن
من خلال خروج هذه الميديترز الموجودة بشكل جنوني. الآن إيش اللي بيحصل عندنا؟ على رأس هذه الأشياء الميديتر عندنا مادة اسمها هيستامين. عندنا إيش؟ الهيستامين. الهيستامين واحدة من الكومبوننتس اللي ناتجة من الديكربوكسيليشن للهيستيدين، تمام؟ ودائما موجود هذا الهيستامين في الماتريكس بتاع الهيبرين، في عندنا بروتين كل هيبرين موجود مرتبط مع هذا الهيستامين. الآن هذا الهيستامين طبعا بدور عندما يخرج من هذه الجرانيولز أكيد حيكون له ريسبتور، في عندنا حاجة بسموه H1 ريسبتور موجود في السموت مصل، تمام؟ بيساعد لما عندي ما يأتي يشبك على اللي هو السموت مصل، بيعمل مصل كونتراكشن، وكمان إيش ممكن يعمل؟ يزود الفاسكولار بيرميابيليتي بتاعت البلاد فيزل، تمام؟ بيزود إيش؟ الفاسكولار بيرميابيليتي. يعني تصور الكلام هذا حصل عندي مثلا في داخل اللانز مصل كونتراكشن بتاعت اللي هي اللانج، تمام؟ وبعد هيك صار عندي انكريز فاسكولار بيرميابيليتي، سمح للفلويد يدخل، وحصل عندي الان فيوجن للفلويد، ودق المكان صار في عندنا دقاق مع وجود ميوكس وهلم جره، هذا الكلام هيعمل عندي مشاكل كبيره. كمان عنده ريسبتور اخر بسموه اتش 2 ريسبتور، تمام؟ موجود على البلاد فيزل، تمام؟ في خلال الخلايا الموجوده في البلاد فيزل، على البلاد فيزلز في بيعمل انكريز دايليتيشن، وكمان ممكن يساعد هذا في موضوع الميوكس سكريشن لو كان عندي فيه على ميوكس جلاند. يعني على ميوكس جلاند موجود عندي ال H2 ريسبتور وبساعد في عملية الميوكس سكريشن. كمان عندنا موجود ريسبتور آخر، عفوا موجود عندنا مركب آخر ممكن يخرج اسمه السيروتونين، وهذا الكلام بيكون أكثر في بعض من القوارض، أوكي؟ موجود عندنا في الرودنتس وإله إفكت زي الهستامين الموجود عندي في الهيومن. طبعاً بيجي بقول لي الهستامين ريسبتور H1 و H2 ممكن يصير مبلوكينج من خلال مركبات كيميائية زي البينادريلين والسيماتيلين. هذا بس من باب المعلومة. في عندي كمان مركبات أخرى اسمها إيزونوفيليك كيموتاكتيك فاكتور ونيوتروفيليك كيموتاكتيك فاكتور. عنده كمان اسمها مادة اسمها ليكوترينين، تمام؟ هذه النيولي سنتسايز، يعني وكأنه بيقول لي السكندري الان سكندري برودكت زي ليكوترينين بي 4 وسي 4 ودي 4 وتي 4. مالهم هذول؟ هذول بيعملوا عمليه اللي هي مثلا كونستريكشن للسموث مصل بس بشكل اطول، تمام؟ فبيؤدي انه وكانه الانتي هيستامين مش هيأثر عندنا في عمليه الريزيستنس للازمه، فبزيد الطينه بله. في عندنا تروبوكسين وبروستاجلاندين، برضه هذول مالهم؟ عبارة عن فازو اكتف ميديترز، بيعملوا فازو برونكو كونستريكشن، تمام؟ وكمان بيجلبوا لي خلايا النيوتروفيل والايزروفيل والبيزوفيل، تعالوا على المنطقة اللي صار فيها الرياكشن ويعملوا لي انفلاماتوري بروسيس. كمان في عندنا بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، تمام؟ هذا ممكن يعني هذا اللي يروح عندنا على البليتلتس، تمام؟ ويخلي البليتلتس كمان تطلع الهيستامين اللي عندها، تمام؟ او السيروتونين بشكل او باخر، او الاركيدونيك اسيد ميتابولايز. هو عباره عن بوتنت فازو كونستريكتور، هذا المركب فازو كونستريكتور، تمام؟ اند فازو دايليتر كمان بروديوس، بيعمل شوك بشكل عام. هنا نظره عامه على المكونات الموجودة عندي في البرايمري ميدياتر والسكندري ميدياتر، نعدي عليهم ونشوف الفانكشن تاعهم اللي فيها تشابه. احنا قلنا في البرايمري عندنا هيستامين سيروتونين إيزونوفيليك كيموتاكتيك فاكتور، يعني جاذبات للكيمو، يعني مواد تخرج من اللي هو الماسل بتجذب النيوتروفيل للمنطقة اللي صار فيها الرياكشن، وكذلك بتجذب الإيزونوفيل، تمام؟ في هذا الأمر ايش اللي بتعمل هذه الكومبوننتس ان جنرال؟ الاول حاجه هيستامين انكريز فاسكولار بيرميابيليتي سموث ماسل كونتراكشن. تصور هذا الكلام صار عندنا في داخل اللي هو اللنج، معناته حيصير عندي مشكله. والثاني نفس الحدوته قلنا عن الثالث والرابع. الخامس برونكيال ميوكس سيكريشن، يعني عندنا البروتييز برضه هذا بيخرج من الماسل بروح عندنا على الميوكس جلاند وبصير عندي ميوكس سيكريشن من الميوكس جلاند الموجود عندي في البرونكيول. كمان بيحصل عندي ديجريديشن في البلاد فيزل، تمام؟ بصير عملية تآكل في البلاد فيزلز الموجودة عندي في اللانج، تمام؟ وبيعمل عندي مشاكل في الحالة هذه.
جنريشن اوف كومبلمنت سيبلت برودكت. طبعا ممكن يخليني تخرج المكونات بتاعت الكومبلمنت وتاثر بشكل او باخر على خلايا اخرى. البليتلت اكتيفيتنج فاكتور ماله؟ بيعمل بليتلت اجريجيشن، يعني بروح باثر على البليتلت وبقول للبليتلت اعملي جرانيولز، طلعي المكونات اللي عندك وطلعي لي اللي هو مثلا في عندها هيستامين، وبيعمل بالمونري سموث مسل كونتراكشن. ليكوترينين برضه نفس القضيه، انكريز فاسكولار بيرميابيليتي كونتراكشن للبالمونري سموث مسل. بروستانجلين جلاندين نفس القضيه بيحصل هنا. عندنا بريديكينين هولوما جارا. اذا الامور زادت الطينه بلا وهيحصل عندنا كمان وجود بريديكينين، تمام، انكريز فاسكولار بيرميابيليتي وسموث ماسل كونتراكشن. الان ممكن يطلع عندك سايتوكانز من الخلايا زي المسل او البيزوفيل، هذول مالهم الان بيحاولوا هذا يساعدوا في انه تزيد الانفلاماتوري بروسيس، يجذبوا خلايا نيوتروفيل خلايا الماكروفيج لهذه الاريا، ويصير عندي مشاكل في هذا الموضوع، تمام، ويزودوا من المستقبلات على سطح الاندوتيليال سيل عشان يجذبوا لي الخلايا النيوتروفيل والخلايا الايزونوفيل والبيزوفيل مع المونوسايت، تعالوا على منطقة الاليرجيك رياكشن. هنا الصورة بتوضح لي طبيعة الحدث ايش بصير عندنا في السكند اكسبوز زي ما احنا شايفين، وهي عندي الكالسيوم بيدخل عندي الخلية وبيحصل عندي الديجرانيوليشن زي ما تحدثنا، وهذه عبارة عن الكومبوننتس الموجودة عندي. هذا تصوير لويل اند فلير، قلنا ويل عبارة عن إديمة والفلير عبارة عن ريدنس. اوكي، وهذا الكلام ممكن يحصل من خلال 5 لـ10 دقائق، ممكن يصير عندنا في السكن هذا الأمر لو تعرضنا مثلا لعض مثلا لدغة بعوضة، أو مثلا تعرضنا لاحتكاك مع بعض من النباتات اللي ممكن يكون تعمل حساسية. الصورة هنا برضو يعني خلينا نقول بتوضح شمولية أكثر، إنه بيجي بيحكي لي لو تعرضنا إحنا للأليرجين مرة الأولى، في المرة الأولى هيحصل إنه الأليرجين هيشبك على الأنتي بادي بتاع البي سيل لأنه له ريسبتور للأليرجين، تمام، وهيصير عملية اللي هو نوع من البروسيسنج وعملية برزنتيشن، والسي دي 4 سيل حتلتقي مع البي سيل، وحيصير عملية الاكتيفيشن وبلازما سيل تعطي الانتي بادي، وراحت الانتي بادي عندنا وين؟ على سطح اللي هو المصل. لو اجى الاليرجين مرة ثانية زي ما احنا شايفين في الصورة بروح بشبك على مين؟ على التو انتي بادي اللي جنب بعض، وبيطلع عندي الفازو اكتيف اماين اللي يأثر على السموث مصل والبلاد فيزل والميوكاس جلاند والبلاد بليتلس اجريجيشن والسنسري نيرف اندينج، ويأثر كمان على الايزينوفيل، تمام. اذا هذه اللي هي الفكره العامه على طبيعه الهايبر سنسيتيفيتي رقم 1. بيقول لي طبعا من ضمن الشغلات اللي ممكن تسميها في موضوع الاليرجيك رياكشن بتاع تايب نمبر 1 الازمه زي ما ذكرت انا من خلال الحديث السابق، اللي هو عباره عن يعني كرونيك بروبلم، انه بصير عندي اوبستراكتيف ديزيز في اللور ايروي، يعني اوبستراكتيف بقولنا حيصير في تحفيز يعني من خلال الحديد لمين؟ للميوكس جلاند، تمام، وحطلع الميوكس اكيد حيسكر. اذا صار عندي انفلاماتوري بروسيس حيصير في كيلينج للخلايا ديستركشن، والوسخ بتاع الخلايا برضه هيقعد في اللي هو منطقه الفاكيولز بتاعت الهواء، وحيصير عندنا برضه كمان اوبستراكشن. اذا هذا الكلام كله مصاحب لهذا الامر. كذلك عندك لما تيجي الخلايا على هذه الاريا هيصير عندي خروج لبعض من الاكسجين راديكالز والنيتريك اوكسايد اللي حي يعمل لي انفلاماتوري بروسيس في هذه الاريا، تمام. شغله اخرى، في كمان انزيم ممكن تخرج عندنا من النيوتروفيل. ذيز ايفنتس ليد تو ذا ديفلوبمنت اوف ميوكس، ها زي الميوكس هيطلع من الميوكس جلاند فلويد يعمل لي اديمه، اللي بتيل السلحة تتدمر الموجودة هناك في منطقة اللانج من الداخل، تمام، وهيعمل نوع من التسكير للبرونكيال لومن لتجويف البرونكيول. كمان عندنا الأديجين موليكولز بلاي أكي رول في الموضوع، احنا قلنا السيتوكاينز اللي هتطلع، تمام، باي ماسل أو تي هيلبر مثلا بيعملوا انكريز للإكسبريشن لأديجين موليكول موجودة عندي اللي اسمها
انتراسيلولار ادهيجن موليكول ام عفوا 1 والاي سيلكتين والليكوسايت فانكشن اسوشيت انتيجين. هذه كلها عباره عن عوامل بتاثر تجذب الخلايا النيوتروفيل والماس والبيزوفيل والايزونوفيل على المنطقه ويحصل عندنا طبعا انفلاماتوري رياكشن. هنا صوره توضيحيه بشكل عام لموضوع الازمه او الانفلاماتوري بروسيس اللي صارت عندنا خلال الازمه. قلنا احنا عندنا ممكن يحصل ايرلي رياكشن ويحصل عندنا ليت رياكشن. الايرلي رياكشن طبعا زي ما احنا شايفين طلع على الصوره وايش المكونات اللي ممكن تكون موجوده عندي تخرج. وفي الليت هيحصل عندنا اكتيفيشن للخلايا a lot of cytokines موجوده عندي تمام واكتيفيشن للسيلز والسيلز هذه بدورها زي ما احنا شايفين صار في عندنا نوع من الدبرس اوكي من ديجريديشن للخلايا زي ما احنا شايفين. وهذا الوسخ اللي صار عندنا ديجريديشن للخلايا هيجي في منطقه اللومن الموجود عندي بالاضافه الى الميوكس سكريشن تمام اللي هيعطيني الميوكس اوكي كله هذا هيسكر البلاد عفوا البرونكيال لومن الموجوده عندنا. طبعا الايرلي والليت كومباوند موجودين عندنا وعرفنا ايش طبيعتهم. هذه صورة توضيحية أخرى بتوضح لي بشكل عام تسير الحدث في موضوع الهايبر سنسيتيفيتي نمبر 1. هنا بيجي بتحدثت على شغلة أخرى لها في علاقة كيف نمنع الهايبر سنسيتيفيتي أو بلاش نمنع نتعامل مع الأعراض أو نخف من حدة المشاكل بتاعتها لأنه للأمانة موضوع الهايبر سنسيتيفيتي لما بيكون أمر مزمن الصحيح بيكون مزعج جدا. فايش بيعطوا؟ طبعا هم قلنا علاج المشكله من اساسه هذه قضيه صعبه والا لم تنفق ملايين ملايين الدولارات في هذا الموضوع زي موضوع الاوتو اميون ديزيز اللي انت بتحاول تعطيه او تعالج او تحاول تمنع حده الاشياء. فبينعطى اكثر من شغله انتي هيستامين بيعطوا عشان يعمل بلوك للريسبتور بتاعه هذا شغله. بيعطوا كرومولين صوديوم هذا بيعمل بلوك للكالسيوم ما يدخلش في داخل الخلية عشان ما يزيدش من دخول المية ويصير سويلينج للجرانيولز. بروحوا بيعطوا مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في الأزمة دائما بروحوا بيحاولوا يعطوا تايوفلين. تايوفلين اللي بيكون موجود في البخاخة وهذا بيحرص انه احنا زمان ذاكرين في عملية الاكتيفيشن قلنا بيعلى السايكل جي ام بي وبعديك بينزل دروب وبعديك بيعلى تاني. فيقال انه هنا لما بيعطوا تايوفلين بيحاولوا يحرصوا انه يخلوا دائما الكونسنتريشن بتاعت السايكل كي ام بي طبعا عالي. ليش الكلام هذا؟ باي انهبيتنج ذا فوسفودايستريز بوند. يعني مثلا ايش بصير عندي؟ بروح بعتره على السايكل كي ام بي بعمله كليفج وحيتحول ل اي ام بي تمام يمنع الاكتيفيتي بتاعت السايكل كي ام بي. كمان بروح بيعطوا ابنفرين ادرينالين ماله برضه ستيموليت سايكل كي ام بي برودكشن تمام بيرتبط مع الماسل من خلال البيتا اندروجينيك ريسبتور بيحفز انتاج السايكل كي ام بي. الكورتيزون الكورتيزون طبعا ايش وظيفته؟ بيعمل ريدكشن للهيستامين ليفل باي بلوكينج اوف فيرج يعني الكورتيزون بيمنع تحول الهيستامين الهيستادين لهيستامين تمام في داخل المص معناته بيمنع تكون الهيستامين اوكي. وكذلك بيساعد في عمليه انه يحافظ على ارتفاع السايكل كي ام بي بحيث انه يمنع عمليه اللي هو ايش انه تضلها الخليه في داخلها الجرانيولز لارج وتعمل سويلينج وتعمل ديجرانيوليش. فالكورتيزون بينعطى بشكل او باخر التايوفيلين بينعطى بعض الاحيان الابنفرين وهلم جاره. بقول لي طبعا انت لما تيجي تعالج الامر قلنا بنعالج العوارض بتاعت الاشياء بدك تبعد عن الاشياء انفايرومنتال انترفينشن يعني تبعد عن الاسباب اللي بهذا سواء كان احتكاك مع غبار او احتكاك مع بعض من الروائح مثلا معينه او البرد مثلا او ممكن يكون بعض من اللقاحات. هذا الكلام احنا بنقدر نعمله. بتعطي برونكيو دايليتر عشان زي الامينوفيلين او بتعطي انتيستامين زي ما قلنا والكورتيكوستيرون. في هناك فكره اخرى كانت موجوده في السبعينات تمام انه بيحاولوا يعطوا
ماني دوزز من هذا الاليرجين، بيعطي ماني دوزز من الاليرجين. فبيقولوا هنا لما بيروح بيعطوا ماني دوزز، هي جربوها على بعض من النباتات، بيعطوا ماني دوزز وبصير هناك نوع من السويتشنج، انه بدل ما يطلع عندك اي جي اي بيطلع عندك اي جي جي. هذه من ضمن الشغلات اللي بيحاول على اساس يخفف من وجود الاي جي اي. كمان بيقولوا كمان شيء، هناك شيء اخر انه بصير هناك سويتشنج كمان، من بدل ما يطلع عندك تي هيل بار 2 بيطلع عندنا تي هيل بار برضه 1. هذه من الشغلات اللي بيحاولوا بيعملوا. كمان ممكن يعملوا انتي بادي اجينست الاي جي اي اساس يعملوا له بلوك، ممكن هذا الكلام يحصل عندنا، او يصير عندنا شيفتنج زي ما نقول من تي هيل بار 2 الى هيل بار 1، او تعطي انتي سايتوكاين زي عندنا الانترلوكين 4. هو السيتوكاين مهم جدا في عملية تحويل الكلاس سويتشنج للاي جي اي، فممكن تعطي انتي سيتوكاين او تعطي انتاغونست للريسبتور، تمام، او تعمل التريشن ادمنستريشن، او يعني ايش يعني تعطي اليرجين بشكل مشابه للاليرجين الاصلي لكن ملوش تأثير على موضوع الفلويد بيرميابيليتي او انكريز الفلويديتي بتاعت الممبرين او انكريز ذا كونفورميشن، يعمل مشاكل. انا يعني زي ما ذكرت تجربه الانجكشن للريغويد بعض من انواع النباتات، تمام، على مدى سنتين وجدوا بالفعل انه في عندنا ديكريز في الاي جي اي ليفل، وجدوا في عندنا انكريز للاي جي جي، وهذا معناته وكانه بيتعامل مع انتيجين انتي بودي، وقلت الاي جي اي معناته الاليرجيك رياكشن حقيقي في هذا الموضوع. هذا الكلام كان قديم بس بعرفش يعني بعد هيك يمكن وقف لانه في واجد فيه ممكن يكون مشاكل او ما نجحتش العمليه. هذه الصوره يعني بيقول لي انه الباراسايت نفسه لما بصير عندي باراسيتك انفكشن ممكن يطلع اي جي اي، سبحان الله. والاي جي اي طبعا بنعرف لها مستقبلات على الماسل وعلى البيزوفيل وعلى الاذر سيل، وهذه تيجي تطاوش الباراسايت لما يكون عندي الباراسايت لارج، وتقتل الباراسايت من خلال اي دي سي سي انتي بادي ديبندنت سيل سايت توكسيسيتي، تمام. هذا الكلام موجود، يعني معناته الباراسايت الموجود في قطع منه من هذا الباراسايت هتروح على الماسل وتشبك على الانتي بادي وتعمل ديجرانيوليشن، وهذا المواد اللي هتخرج من الجرانيولز هتزود الفاسكولار بيرميابيليتي وهتعمل خروج للخلايا من البلاد فيزلز على الورم اللي عندي او الباراسايت، ويرتبط عليه الاي جي جي او الاي جي اي او جي جي عفوا او اي جي اي، واحتمال يصير عمليه الكيلينج من خلال الاكتيفيشن بتاع اللي هو الخلايا الموجوده من ناحيه بروتيز انزيم او مثلا بيزك بروتينز، كلها هتاثر في عمليه الكيلينج بروسيس اجينست الورم. نيجي لنقطة أخيرة في محاضرة اليوم، بيجي بقول لي أنا ممكن أعمل evaluation إذا كيف إذا كان عندي أنا IgE أو ما كانش بكمية كبيرة أو صغيرة. والشغلة الثانية أنا ممكن نعمل عملية evaluation أنه أنا والله عندي IgE لسيرتين allergen. هذا الكلام يتمثل في خلال تيست موجود عندي clinical test بسموه rest وراست. إيش معنى rest وراست؟ سهلة جدا. الرست هي عبارة عن radio immunosorbent test كان كوانتيفاي نانوغرام اماونت اوف توتال سيرم اي جي، يعني انا بدي اعمل ايفالويشن للاي جي اشوف عندي الوت ولا مش الوت. ممكن تعمل هذا الكلام، كيف يعني تعمل؟ انت عندك ممكن تروح تجيب ايش بيدز، والبيدز عليها ايش؟ انتي بادي، تمام؟ الانتي بادي اجينست وات؟ اجينست الاي جي اي، فبتجيب السيرم تمام وبتضيفه على هذه البيدز. والله اذا كان عندي السيرم موجود في اي جي اي هتشبك على البيدز اللي طبعا شابك عليها انتي بادي اجينست الاي جي اي، تمام. بعدك بتعمل ووشنج وبتضيف انتي انتي بادي عليها راديو اكتيف ماتيريال انتي اي جي اي زي ما احنا شايفين. هاي عندي الاي جي اي هنا موجود، هاي انتي بادي اجينست عليه راديو اكتيف ماتيريال، وبعدك بصير عندنا ايفالويشن للراديو اكتيف ماتيريال. كيف يعني؟ اذا زادت عندي الانتي بادي بتاعت الاي جي اي موجود
معناته حيكون عندنا انتي بودي، شبكه بتاعت اللي عليها ريدو اكتف، فحتضلها الشبكه عليها وحتعمل عمليه اللي هو تعطيني قيمه للريدو اكتف ماتيريال، وهذا بيعطي دلاله يوجد عندي او لا يوجد، او قديش الكميه اللي ممكن تكون موجوده عندي من الاي جي اي. عندنا هنا دلاله اخرى في فحص اسمه راست، بيعمل لي ايفالويشن لقديش نانو جرام عندنا من السيرم سبيسيفيك فور سيرتن اليرجين. ايش يعني؟ بروح بجيب عندي انا بيتز، البيتز هذه عليها اليرجين، عليها ايش؟ اليرجين، بيعملوا زي كوتينج لهذه البيتز عباره عن حبيبات صغيره، وبحطوا عليها الاليرجين وبخلطوا هذا الاليرجين مع البيشنت سيرم. احنا بنقول البيشنت هذا بيعاني من حساسيه اكس من سبب معين اللي هو اليرجين اي بي او سي مجرد، فبكون عندي انا زي ويلز اليرجين اي موجود على بيتز هنا، تمام، وبنشبكه مع السيرم تاع المريض. اليرجين بي مع البيتز مثلا هلم مجرى سي انسو. وايش اللي بصير؟ نتصور انه هذا اليرجين اي على البيتز، شبكناه مع السيرم تمام تاع البيشن. اذا يوجد هناك انتي بودي اي جي اي سبيسيفيك لهذا الاليرجين هيشبك عليه، اذر انتي بودي هنعمل ووشنج هيطلع برا. الان اذا كان يوجد هناك عندي انتي بودي هيروح نضيف انتي بودي ضد هذا الانتي بودي الاي جي اي يشبك عليه مع الراديو اكتيف ماتيريال ونحسبها. كل ما زادت الراديو اكتيفيتي كل ما اعطانا اشعار انه يوجد هناك كميه كبيره من الانتي بودي اي جي اي لمين؟ مخصص للاليرجين نمبر اي. سهله مش صعبه، اللي بسموه الراست. هذا سكين تيست بروح بحطه عليه مكونات في سكين تيستينج باي انتراديرمال انجكشن اوف اليرجين، مختلفات اليرجين مختلفات انت بتعاني، يعني يعملوا لك تشيك يشوفوا عندك حساسيه من عده شغلات، من المايت، من الدست، من الجراس، من الشرم، من التريز، اوكي، وبيشوفوا هل صار عندك رياكشن او ما صارش بشكل عام، وبيعطي اشعار كدلاله ليس الا. ان شاء الله رب العالمين المره القادمه حنتحدث على تايب نمبر 2 وتايب نمبر 3، وبيضل في وقت ان شاء الله نتحدث على نمبر 4، ما ضلش نتعامل مع محاضره اخرى ان شاء الله. يعطيكم العافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.